الجلسة هذه بعنوان Learning from the past to create the human city of the future. المتحدث الأول موضوعه مدينة Historical Architecture and Urban Landscape دكتور عبد العزيز الكعكي. كاتبين هم consultant for MDA ولكن دكتور عبد العزيز أخ عزيز أولا ثم أنه مشهور وحصل على جائزة الملك فيصل ويعني يخدم المدينة المنورة بكل قلبه. نسأل الله إن شاء الله له التوفيق وسنفيد من كلمته الآن. المتحدث الثاني هو الأستاذ الدكتور عبد الله الحصين أستاذ مساعد في العمارة جامعة الملك سعود. المتحدث الثالث الدكتور عبد الله كابر ولا كبير؟ كابر. دكتور عبد الله كابر أهلا وسهلا. وهو كاتبين هنا Scientific Scholar at MDA. المتحدث الرابع الدكتور فرحات تشقندي ولا فرحات بطل؟ فين فرحات؟ فرحات ممكن ما يتكلمش. نعم. عندنا المتحدث التالي هو الأستاذ أحمد أبو الحاج هيجة. أستاذ أحمد موجود؟ هيجة موجود أستاذ أحمد؟ موجود شفته الصباح. نعم. فلو حد من الأخوة أو الأخوات يبلغه أن الحديث سيكون في هذه الصالة إن ربما هو لا يعرف أن الحديث في هذه الصالة. والمتحدث الأخير احنا قلنا خلاص مش كده لسه قلناش دكتور عدنان عبد الله الجابر مدير عام إدارة الحماية والتوثيق بمركز التراث العمراني الوطني بالرياض والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. الإخوة يعني أنا عندي شرح مستفيد لكل متحدث وتاريخه ولكن الإخوة أوصوا أنني يعني أختصر وألا أقوم بذلك وبالتالي سنبدأ بالمتحدث الأول وهو الدكتور عبد العزيز كعكي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على شرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسعد الله صباح الجميع. حقيقة الحديث عن العمارة التراثية والعمارة التقليدية موضوع طويل ولكن أحاول أختصره في نقاط سريعة. أولا حقيقة النقطة الأساسية في العمارة الإسلامية أو النمط الإسلامي أو الفكر الإسلامي هو من قام به صلى الله عليه وسلم عندما أتى المدينة. فالحقيقة الكثير يستحي يقول إنه والله العهد النبوي هو العهد الإنساني. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى المدينة وأسس المسجد النبوي الشريف لم يؤسس المسجد النبوي الشريف وقال انتهينا خلاص خلصنا، لا، ولكن قسم الدور والمنازل حول المسجد النبوي الشريف، رتب موضوع القبائل ونزلهم، أسس البقيع أين يكون موقعه بالنسبة للمدينة، السوق كيف وضعه في منتصف المدينة في جزء تصل إليه جميع المسالك، أسس النبي صلى الله عليه وسلم الخدمة الزراعية بالنسبة للخدمة الزراعية وضع لها القوانين وكيف يتم الاستخدام المياه الموجودة، اختار النبي صلى الله عليه وسلم مواقع لمعسكرات الجيش خارج النطاق العمراني للمدينة آنذاك. أيضا قام النبي صلى الله عليه وسلم في عمل غير مسبوق بتحديد حرم المدينة وحمى المدينة. يعني قبل 1400 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحدد حرم المدينة وحمى المدينة.
لماذا؟ لوضع الضوابط والشروط اللازم تطبيقها على الحرم وعلى الحمى الذي نحن الآن بنقوم بالآن حالياً بنقوم بعمل النطاق العمراني للمدينة المنورة وحلول التنمية وكذا والنطاقات. أثبتت الدراسات أن لا بد من الضرورة أن تكون هناك نطاقات حول المدن لتفعيل الضوابط الخاصة بها وبالتالي نجاح هذه الخطة في بالنسبة لتخطيط المدن. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع ذلك منذ 1400 سنة. فإحنا كمسلمين نقول إن شاء الله أول نقطة إنسانية ارتبطت بفكر وليس بفكر المدينة هي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استمر هذا الفكر طولة 1400 سنة، فبدأت المدينة تتطور وهي لم تفقد إنسانيتها إلى أن نصل إلى حوالي 1350 تقريبا أو 52 عندما بدأت بإزالة الأسوار الرئيسية التي بموجبها انفلت العمران في المدينة في جميع الاتجاهات، فكسرت الهيبة الخاصة بالمدينة الإنسانية. طبعا احنا حقيقة ما حقدر نتكلم كثير في المدينة الاستراثية سوى ان احنا نضع بعض الومضات السريعة. فبالنسبة طبعا من أهم الخصائص اللي صاحبت إنسانية الناس السكان في المدينة المنورة في القديم الاستخدام والاستفادة من الأماكن المفتوحة في كل المناسبات الاجتماعية التي كانت في المدينة. فنلاحظ أن هذه من أقدم المزارع في المدينة وهي ملاصقة تقريبا للمسجد النبوي الشريف وتعرف بالصافية، وكانت تستخدم فيها حفلات الزفاف كلها تعمل فيها، جميع المناسبات الاجتماعية تعمل فيها. فكانت عبارة عن رئة في منتصف المدينة طبعا من الحاجات الأساسية اللي فعلا تجدها في سكان المدن التراثية القديمة وهي الراحة النفسية. تجد عندهم من الراحة النفسية الشيء العظيم، يعني هذا مثلا هنا في سوق التمار نلاحظ الآن الرجل يذوق الناس الضيوف والحجاج التمر بيده يناولهم، دوقوا أول شيء قبل لا تشتروا قبل لا هذا شوفوا دوقوا التمر. ابنه الصغير واقف ينظر إلى أبيه يتعلم منه المهنة بأسلوب راضي، إنسان راضي، يعني تنظر في وجه الرجل ذات تلاقي أنه راضي بكل أحواله بسكنه بمعيشته بحياته في مدينة ساهم بيده في بنائها. طبعا برحة باب السلام الجميع عرفها، نلاحظ الناس كلهم في بيئة هم شاركوا في بنائها. إذن نقول في هذا التراث أو في هذه المدن القديمة في سر اللي خلى الإنسان راضي. أول نقطة هو الرضا، الإنسان كيف رضا في حياته، رضا بهذا المكان، رضي في أكله في شربه في معيشته في سكنه في حياته، رضا بهذه البيئة. كيف رضا فيها؟ فما هو السر في ذلك؟ يقال زي ما في مقالة كانت تقول إنه المدينة القديمة هي من صنع الإنسان، الإنسان هو اللي صنعها هو اللي بناها هو اللي أسسها، فلبى فيها كل رغباته فصارت فيها رغبات الإنسان كاملة. بينما المدينة الحديثة هي التي صنعت الإنسان ولم يتدخل الإنسان في صنعها، أجبرته أن يسكن فيها في شوارع 60 متر عريضة وعمارة تحت سحاب، لم يكن الإنسان بذاته راضي أن يختم في هذه المناطق، ولكن أجبر على
التلاؤم معها. النقاط الأساسية حبيبي اللي وصلت لها في المدينة القديمة، أولا فيها الأصالة والانتماء، التشريع والشفافية، الحاجة والوظيفة، الشكل والوظيفة، الموروث والقيم، التجانس المعماري، رضا المجتمع، آدمية المقياس، التشكيل البصري، التخصصية والإبداع. ولو حبينا نستمر في هذا الموضوع لو وصلنا إلى مئات النقاط التي تميزت فيها العمارة القديمة. الأصالة والانتماء، الانتماء إلى البيئة جزء منها، يعني لم يكن أي جزء من العمارة القديمة هو عبارة عن جزء منفصل بذاته، لا، هو جزء منتمي إلى البيئة التي أنشئ فيها. وصدق الانتماء يعني ليس هو انتماء صوري فقط، لا، انتماء حركي وظيفي متصل مع البيئة القديمة. وأصالة التكوين، لم نجد في كتلة عمرانية معينة في المدينة نجدها خارجت عن الطور المعتاد في التكوين، لا، التكوين هي تكوين واحد ينبع من أصالة ومن تراث. التشريعية والشفافية، الدين الإسلامي هو أساس التشريع، خلاص عندنا قانون الكون ينهل من هذا القانون وهو التشريع الإسلامي. شفافية البناء والتشييد، كل المباني عندما بنيت في هذه المدينة القديمة كانت فيها شفافية، ما فيها نوع من التزوير أو نوع من الفولس أو لا، بنيت بالشفافية وشيرت بطرق إنسانية. الصدق في التعامل، الحياة مع الآخرين، إنه هو بنى لشان يسكن مع الآخرين ويعيش مع الآخرين، واحترام التشريع دون الرقيب، ما محتاج إنه مندوب البلدية يمر يشوفه بيسوي. زي ما نلاحظ في الصورة الآن، سقيفة على زجاج في حارة الغوات، شوفوا الإسكيل، الإنسان ماشي تحت السقيفة بإسكيل متناسب له، يشعر بالطمأنينة، يشعر بالإحتواء، يحس إنه فعلاً إنه هو من أسس هذا النسيج، ماشي في النسيج بكل طمأنينة. الحاجة والوظيفة، طبعاً البناء كان يتم والتشييد على قدر الحاجة، كان الإنسان ينشئ على قدر حاجته، ما كان يسوي حاجة زائدة عن حاجته. البناء على قدر الوظيفة، البعد عن الإسراف والبناء الزائد عن الحاجة، زي ما نلاحظ هو مجرد آرش صغير يربط بين زقاق البقيع من الغرب مع زقاق البقيع من الشمال إلى برحة الرستمية، وهذه البرحة الصغيرة داخل النسيج العمراني هي عبارة عن منطقة ركزت فيها جميع الخدمات التي تحتاجها المنطقة، فوضعوا فيها عين الحارة، وضعوا فيها المقهى، وضعوا فيها السبيل، وضعوا فيها جميع العناصر الخدمية التي يحتاج. بالنسبة للموروثات والقيم، وحدة القيم والتشكيل، ارتباط الموروثات بالتشريع، التشريع هو المنظم لكافة أجزاء الحياة. لاحظ أن هذا الروشان حقيقة من الرواشين النادرة في المدينة اللي التقطناه، هذا يقع الروشان في زقاق السلطان. لو نلاحظ تكوين الروشان كان عبارة عن مثلث، التثليثة هذه أتت ليه؟ لأنه عند هذه التثليثة بالضبط كان انكسار الزقاق، الزقاق نفسه انكسر في هذا المكان، فعشان ساكن الدار يستطيع أن ينظر من هذه الجهة على هذا الزقاق وينظر من هذه الجهة على الزقاق الآخر في هذا الاتجاه. طبعا هذه من الحاجات التي ارتبطت بموروثات التشريع. جمال، طبعا من الحاجات الأساسية برضو جمال المدينة، كان يراعى في التصميم القديم جمال المدينة، تحقيق المساواة في السكن، ما نجد أي واحد يرتفع عن جاره، والتشريع الإسلامي منعه من ذلك إلا بموافقة جاره. اندماج وحدات عناصر النسيج، ما نلاقي طبعا في المدينة، يقول لك إذا كان إذا تبغى، يعني كان مثل قديم، إذا تبغى البيت يموت أبني لحاله، دائما تلاقيهم متصلين في بعض، البيوت لاصقين في بعض، لاصقين في بعض، يجبروا بعض، يعني حتى لو استخبر واحد بيت بيطيح يسند جار البيت اللي جنبه. فكانوا الوحدة لابد أن تكون الاندماج، وحدات عناصر المجتمع مجتمع واحد الكل. طبعا هذه حاجات حقيقة معروفة اللي سكنوا الأحواش بالذات، شوف هذا ما أجمل الزقاق، هذا حوش، هذا حوش المغاربة، ما تستطيع. طبعا في تباين، في جمال، في عدم تكرار، لكن تلاحظ إنه في الصورة إنه جميل. ليش جميل؟ يبغى لك تقعد نص ساعة طالع في الصورة عشان تقول ليش جميل. ليش؟ هتلاحظ إنه في تناسق، في
فرايتي اختلافات في النوافذ، وفي نفس الوقت في اتحاد. فالعوائل لما تسكن في هذا المكان بهذا النمط لابد انه يظهر عندها نوع من الرضا، رضا المجتمع، تحقيق المساواة، التخطيط والتخطيط اساسا لخدمة المجتمع، اندماج افراد المجتمع بعضهم ببعض وعدم التمييز. شوف هذا مثلا زقاق ايضا صغير، شوف الاطفال الصغار مع حرارة الشمس جلسوا تحت السقيفة، يتظللوا تحت السقيفة، مقاسات آدمية، مقياس آدمي، آدمية المقياس، استخدمت المقاييس الآدمية كالذراع والخطوة، التصميم والبناء للإنسان المستهدف. الإنسان هو المقياس والأداة التي يقاس بها نجاح التصميم والتخطيط العمراني. المنطقة المجاورة لمسجد النبوي الشريف، مع أنه المباني مختلفة الارتفاعات، لكن من أول وهلة ينظر كأنهم بارتفاع واحد. التشكيل البصري طبعاً زي ما تلاحظوا هذا مدخل زقاق السلطان، كيف الطريق ماشي مستمر وبعدين كسر ودخل على زقاق السلطان، فحقق عدم الملل من مفردات النسيج، قوة الإدراك وحسن التركيز. أول ما جاء طبعاً هنا شخص يعرف يستطيع أنه يركز على الطريق، التنقلات البصرية الجميلة التي تحقق الرضا والشعور بالطمأنينة. يمر هذا الإنسان في هذه الممرات وهو في منتهى الطمأنينة. منظر بيت الحوش منصور. التخصصية والإبداع، احترام المهن والتخصصية والإبداع. امتهن المهنة في المدينة، كل ناس لهم تخصص لهم مهن. هذا من الحاجات الزخرفية اللي وجدناها في حش منصور، الالتزام بالضوابط وصدق التعامل. كل مهنة كانت لها شيق حرفة وكانوا الجميع ملتزم بالضوابط المهنة. التنافس في المهنة للوصول إلى الإبداع والجمال. هذا حوش في الساحة، هذا حوش في سكواد الطوال. تلاحظوا الكتل، كيف كتل الرواشين، تقول كأنها فعلا لو شيت رشام واحد يختل الجميع. التشكيل البصري طبعا حقيقة موضوع طويل جدا، وهذا جعل في نفوس الناس إلى اليوم إذا تذكر المدينة القديمة يحزن، وفي بعضهم تلاقي حاطط في البيت صورة كده للحوش القديمة معلقة. إيش هذا؟ يقول لك يا أخي يذكرك بالحياة. إيش الحياة هذه اللي كانت موجودة ارتبطت بالإنسانية بهذا الحد، القوة فيها، لدرجة إنه الحسيني كتب كده قصيدة صغيرة كان يقول عشان قالوا الزقاق قديما فهجروا الدار، سيهدم الحي تخطيطا وإعمارا، وفي الزقاق حبيب كنت أعشقه، وفي كل وفيه كان كريم القوم الإيجارة، وفيه كنت أرى الماضي وبهجته، وأنشق الأمل المنشود معطارا، إذا عليل شكى سقما أزف له غدا بكل صنوف الخير ذخارا، وفرحتي أفرحت جاري من الاتصال مع بعض، وفرحتي أفرحت جاري، وفرحته قد سرت الحي غيابا وحضارا، وفيه كنت أرى نبلا ومرحمة وطهر نفس وأجواد وأحرارا، وعفة وسمو لست يعرفه رس، وكنت أرى صبرا وإيثارا، لكنهم قرروا هدم الزقاق، وما كان المحب لحال البعد مختارا، وبعد حين سمعنا أنهم عشقوا ذاك الزقاق وذاك الحي والدارا، وعدت أنظر في الحي القديم عسى أرى من القوم من أهواه ديارا، سبحان ما صنعوا سبحان ما ابتكروا، يا سامح الله من ضيع الدارا. يعني تحس على إنسان إنه فقد حياته كلها فقدها في إزالة هذا الزقاق القديم. إذا معناته في روابط إنسانية قوية جدا جدا أكثر مما نتوقع مع هذا الإنسان. وفعلا كل ما تعمق الإنسان في هذا الموضوع كل ما فتحت له أبواب. في من النواحي الاجتماعية هناك روابط قوية بين الإنسان وبين هذا المجتمع، بين الإنسانية
الاقتصادية كل نمط محتاج. وأنا حقيقة أدعو الجميع المهتمين في مجال العمارة التراثية والقديمة إننا فعلا نركز على تدوين المدينة القديمة. نركز، إحنا ما نبغى نعيد المدينة القديمة الآن، ما نبغى نعيدها، ولكن نبغى نستفيد من مميزات المدينة القديمة، من حلول وضعتها في المدينة القديمة. وهذا حقيقة مهمة جدا، مهمة لأنه بعد الآن لا تزال المدينة القديمة في الذاكرة، بعد فترة من الزمن حتصبح غائبة عن الذاكرة، لا يستطيع أحد أن يدونها، وستأتي الأجيال القادمة يعني ما أدري تقول علينا، تقول هذا الجيل اللي ضيع كل شيء، فمن استطاع أن يدون فليدون، لأنه فعلا هذا تراث وقيم ضخمة جدا جدا، هي مسؤولية على عاتق من عاشوا في هذه المدن وتربوا فيها أو أدركوها. وأشكركم على حسن المتابعة. شكرا دكتور عبد العزيز. وإن شاء الله أنا أقترح أن نترك الأسئلة للنهاية حتى لا نقطع سلسلة المتحدثين. الموضوع الثاني humanizing the city of Medina the spiritual dimension. الدكتور عبد الله الحسين، وكما قلنا دكتور أستاذ مساعد في جامعة الملك سعود. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البدء أشكر مركز الملك سلمان للإدارة المحلية، وأشكر هيئة تطوير المدينة برئاسة سمو الأمير الملكي فيصل بن سلمان على تنظيم هذا المؤتمر، وأشكر أيضا المنظم المؤتمر لدعوتي بصفة شخصية لا بصفة ممثلا لجهة معينة لأشارك هذا الجمع المبارك في مناقشة بعض القضايا التي تتعلق بالمدينة النبوية الشريفة. بضاعتي في الصور ضعيفة رغم أنني معماري، ولكن ما عندي رصيد كما سبق في الإخوة المتحدثين من قبل برصيد زاخر من الصور. أيضا ليست لدي البلاغة، فلهذا لن أمتع أبصاركم ولن أمتع أسماعكم، ولكن أرجو أن أكون حديثي هو للعقول والأرواح. ولهذا قبل أن نبدأ أريد أن نصعد بزاوية النظر بنقطة النظر إلى الأعلى لنرى الصورة بشكل كامل. الورقة ستتحدث عن قضايا معينة. أولا، ما هو كيف أو ما هي المقاربة المناسبة لموضوع عن سنة المدينة، وهنا ستكون فيها تغيير في النظرة، بارادايم شيفت في النظرة للتعامل مع المدينة. المدينة النبوية ما هي وما هي خصائصها؟ الإنسان في المدينة من هو؟ نحن نتكلم عن الإنسان وعن المدينة، ولكن هل فعلا متفقين على من هو الإنسان في المدينة؟ ما هي العطاءات المكانية في المدينة المدينية الخاصة التي يمكن أن يبنى عليها الأنسنة؟ وأخيرا، ما هي الأنسنة اللائقة بالمدينة النبوية الشريفة؟ المقاربة الشاملة، كما يعلم أن لكل إنسان ما يسمى نموذج معرفي، وهذا النموذج المعرفي يتأثر بدرجة كبيرة برؤيته للحياة والكون وما فيها، أو ما يسمى الورد فيو. تساهم هذه الرؤية بصناعة كل قراراته وآرائه ومواقفه، ولا يختلف في هذا شعب عن شعب ولا شخص عن شخص. وهذه تنطلق من أربعة قضايا أو ثلاثة قضايا رئيسية، ما يسمونها الأنتولوجي، الإبستمولوجي، والثيوريز بعد ذلك، والميثودولوجيز، يعني علم الوجود. ما هو الوجود الحق؟ وما هي المعرفة الحقة؟ ثم بعد ذلك ما هي النظريات التي تتأثر بهذا؟
هذه فقط كمقدمة بسيطة كما ذكرت أنا نرتفع بنقطة النظر إلى الأعلى حتى نفهم الصورة بشكل أكمل. المنظور السائد الحالي ضمن الثقافة المهيمنة هو المنظور المادي. فما هو المنظور المادي؟ المنظور المادي يقول لا مرجعية معرفية سوى عالم المادة، يعني لا يؤمن بوجود غير وجود المادة، وبالتالي لا يوجد مرجعية معرفية إلا عالم المادة، لا يمكن أن يتلقى المعرفة إلا من عالم المادة. فمفهوم للوجود هو هذا الوجود المحسوس فقط، أما الوجود الغيبي فهو لا يعترف به، يعترف به كإيمان شخصي لكن ليس كمصدر للمعرفة وللتوجيه القرار وللرؤية. من خصائص المنظور السائد مع الأسف اللي هو جاءنا من الثقافة المهيمنة التركيز على البعد المادي في الإنسان، حتى البعد المادي في الإنسان. وللدكتور عبد الوهاب المسيري كلمة يعني ملخصة لهذا الأمر كله، يقول إن المنظومة الغربية المادية الحديثة بدأت بإعلان موت الإله باسم مركزية الإنسان، ثم بعد ذلك انتهت بإعلان موت الإنسان في سبيل أو باسم المادة. أيضا من خصائص هذا المنظور السائد أنه يركز على المادة، يعني المركزية أصبحت هي للمادة وأصبح الإنسان مسلع إذا صح التسمية، يعني أصبح تسليعا للإنسان، هو سلعة قيمته بكم ينتج، كم يعطي ماديا، أو كم يمكن أن ينفق أيضا حتى من الناحية المادية. ولهذا في تعريف ما بعد الحداثة اللي نحن نعيشها حاليا هي ما تسمى الحداثة السائلة، وهي ترى أن الاستهلاك هو الهدف النهائي من الوجود، وأن المحرك لهذا الاستهلاك هو اللذة في الإنسان، سواء كانت هذه لذة الظهور أو التملك، لذة الجسد أو أي لذة من أنواع اللذات، ولهذا يستثمر هذه اللذة لصناعة الاستهلاك. ولهذا يظهر عندنا ما نسمى الإنسان الاستهلاكي، مدمن التبضع، المثار لديه شراهية الاستهلاك، شوب تل يو دروب، تتسوق حتى تنهار، وهذا هو الواقع. ولهذا تتغير الأجهزة وتتغير المعطيات يوم بعد يوم لأنها نريد أن يصنع هذا الاستهلاك. آسف على هذه الإطالة وهذه القضية المملة، ولكن يتصور أنها قضية مهمة جدا لفهم ما يأتي من بعد. حتى الفراغات التي تسمى مؤنسنة كما يقال دخلت فيها قضية الاستهلاكية، حتى الطريق المشاه الذي خصص للإنسان تدخل فيه الشركات الكبرى التي تساعد على إثارة الرغبة عنده في الاستهلاك، بل أن الإنسان نفسه حول إلى لوحة دعائية. ليس الإنسان البالغ العاقل متخذ القرار، بل حتى الطفل الصغير أصبح سلعة لهذا التيشيرت، الآن كلها عليها دعايات المؤسسات الاستهلاكية الكبيرة. إذن هنا أصبحت المادة هي المركز وليس الإنسان، فضلا عن أن يكون الله في المركزية في النظرة. إذن هذا هو القضية السائدة. نحن علشان نتكلم عن أنسنة المدينة لابد أن نفكر خارج هذا الإطار. إن بقينا نفكر في هذا الإطار لن نخرج مدينة نبوية حقيقية مؤنسنة. ليس فقط أن نفكر في خارج الإطار، بل أن نخرج من هذا الإطار، نخرج فعلا بالواقع القرارات، بواقع العمل، بواقع الممارسة. هذه الخروج الحقيقي من الناحية الفكرية ومن الناحية العملية هو الذي يعطينا التحرر من هذا الأسر المادي المسيطر. كيف يمكن أن نخرج من هذا الأسر؟ لابد أن نضيف معنى آخر وهو عالم الغيب في النظر إلى أنسنة المدينة. عالم الكون أو عالم المادة موجود، نستصحبه معنا، ولكن لا يكون هو المنفرد والذي يحيد عالم الغيب، بل لابد أن ندمج عالم الغيب معنا. نتيجة هذا أنه سيوسع النظر في مفهوم الوجود، يوسع النظر في مفهوم المعرفة، وسيوسع النظر في قضايا النظريات التي يمكن أن تطرح والمنهجيات، فضلا عن المنتجات التي يمكن أن تعطى. المدينة النبوية المقدسة، إذن هذه كمقدمة أراها ضرورية جدا جدا، هذا الوقت القصير لا يكفي لتوضيحها، ولكنها أساسية لنفهم ما بعدها. المدينة النبوية، المدينة المنورة، هي ليست الرياض ولا جدة
ولا أبو ظبي ولا دبي ولا غيرها من فضل عن يكون من دول العالم الأخرى هي لها خصائص في تصوري. في أربع صفات للمدينة هي أنها نبوية وأنها مقدسة وأنها مباركة وأنها حرم. إذن كيف نريد أن نأنسن هذه المدينة ما لم نعلم هذه القضايا وتكون هي موجهات أو الإطار الذي ندخل فيه لنتحدث عن المدينة النبوية؟ ولما نتكلم هنا أيضا لا نتكلم على بقعة من المدينة هي المسجد النبوي وما محيطه، لا، هي القضية كل هذه الصفات في كل بقعة ضمن حدود الذي حدها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا ما أعرف يا دكتور أحمد كم لي من الوقت، 10 دقائق؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها. إذن هنا نبوية لأن الذي حدد حرمها هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا لها بالبركة وقال اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. إذا حيدنا عالم الغيب لن تكون عندنا هذه القضايا كلها، ولكن إذا استدعيناها سنكتشف أن الصورة تتسع لنا والعطاءات التي يمكن ننظر إليها ستكون واسعة. المدينة حرم ما بين عير وثور، ولهذا فيها نطاق كما ذكر الدكتور عبد العزيز قبل قليل، هناك حرم الصيد وحرم الشجر ولها أحكامها الخاصة. فهناك ليست أنسان فقط، بل الإنسان مع الحيوان مع النبات في انسجام عالي. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك أن على أنقابها ملائكة يحرسونها. كيف يعيش الإنسان في المدينة وهو يشعر بهذا الشعور أن المدينة النبوية محاطة بهؤلاء الملائكة الذي لا نراهم نحن، ولكن نوقن أن حقيقة بوجودهم وهم يحرسون هذه المدينة، أنها آخر البلاد خرابا. ولهذا يعني هذه قضية بعد، يجب أن تكون هذه المدينة هي المدينة الأم في الأرض مع مكة المكرمة لأنها آخر البلاد خرابا. ما تأثير هذه الصفة على أنسنة المدينة؟ إذا رجعنا أيضا إلى عالم الغيب يخبرنا ما هو التأثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. لعنة الله معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله. والملائكة والناس أجمعين لا يقبلون يوم القيامة عدل ولا صرف. وقال العلامة الشاطبي يشمل هذا كل حدث أحدث فيها مما ينافي الشرع. إذن عندما نريد أن نضع هناك مناشط للأنسنة المدينة يجب أن تنسجم مع هذا. عندما يكون عندي قرار من الجهة الرسمية البلدية أو الأمانة أو الجهات الأخرى يجب أن تكون هي وفق هذه التشريعة لا وفق أنظمة أخرى قد تتعارض مع هذا الأمر، لأن قد يدخل الإنسان ضمن هذا التهديد والوعيد في الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم. واستحضار عالم الغيب وعالم الشهادة هو الذي سيعطينا هذا البعد. المنظور الشامل للإنسان، من هو الإنسان في المدينة؟ أنا وأنت وهي والذين نشاهدهم، أم الأمر أوسع من ذلك؟ أول إنسان يجب أن يكون له الوزن الكبير في هذه المدينة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رحمه الله رضي الله عنه لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. هذه الحجارة وهذه الأشجار وهذه الأجزاء كلها قدرت هذا الإنسان وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف بالمخططين الذين ينظرون، متخذ القرارات، واضع التنظيمات، الممارسين المهنيين، هل ينظرون إلى هذا الإنسان كأول إنسان يمكن أن يكون له الحضور في المدينة النبوية؟ أهم جوانب أنسنة المدينة النبوية بما يتعلق مع النبي صلى الله عليه وسلم والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الإجلال والتعظيم له، بمراعاة التأدب في مدينته، احتراما لجنابه الكريم في كل نشاط إنساني أو فردي سواء كان فرديا أو جماعيا، رعاية شريعته العامة التي جاءت في القرآن وفي السنة، وشريعته التي اختصت بالمدينة. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول لو رأيت الضبا ترتع في المدينة ما ذرعتها ما أخفتها، احتراما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، تصديق أخباره ورعاية قراراته. النبي صلى الله عليه وسلم كان له قرارات في المدينة، هل ننحي هذه القرارات أم نحترم هذه القرارات؟
عندما خط بقدمه الشريفة السوق قال هذه سوقكم لا تنتقض ولا تنتقص ولا يضرب عليكم فيها بخراج، ثم نلغي هذا السوق لنتجه إلى أسواق أخرى. هل هذا من توقير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وغيرها لما يخبرنا عن العالية وأنها منطقة كذا، سنتكلم عن هذه بعد قليلة إذا اتسع الوقت، أو البقاع المباركة. عفوا دكتور أحسن أنت تفضل بعد دقيقة. طيب والله ما دقيقة ما تكفيني، جزاك الله خير يعني، فاستسمح يعني ما أدري والله يعني يختلف الموضوع. أنا أحسن أنني أقاطع الدكتور أو الإخوة لأنه بيكون في آخر الحديث الخلاصة، فأنا حقيقة أبشر. يعني محرج أن أقاطع. أبشر أنا ما ودي أخذ من أوقات الإخوة، جزاك الله خير. سأتجاوز بسرعة. أهل المدينة، الإنسان أيضا الآخر في المدينة هو أهل المدينة وسكانها وخاصة الأنصار، ولا يعني هذا الأحياء فقط بل حتى الأموات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى البقيع ويسلم عليهم، هؤلاء يجب أن يحترموا في هذا الوجه. والأنسل في حقهم ضمان حقوقهم، ضمان حق الجوار لهم، ضمان حق التملك، ضمان حقوق الحياة الطيبة، أن يجد العلاج الصحيح، أن يجد التعليم الصحيح، أن يجد الأشياء هذه كلها لأهل المدينة، العدل والمساواة. ولهذا أوقفت كانت في تاريخنا الأربطة والأوقاف كلها، حتى الفقير يكون بجانب المسجد النبوي، وكانت الأربطة تحيط بالمسجد النبوي وليست الأغنياء هم الذين يحيطون بالمسجد النبوي. التوقير والإجلال لهم، مشاركتهم في القرار المديني، وهذه قضية مهمة جدا فيها. قاصد المدينة وهم الذين جاءوا إما للزيارة والتعبد والمجاورة أو لطلب العلم من بعده أو البحث عن الطمأنينة أو اللجوء من الاضطهاد في بلادهم وجاءتوا إلى هنا، الأنسل في حقهم تفترض العدل وعدم التمييز معهم أو بينهم، مراعاة الحقوق، الإكرام، وليس اعتبارهم مصدر دخل مالي ننمي اقتصادنا من خلالهم. هذه القضية هنا، كيف يمكن أن نكرم هؤلاء الزوار وأن الله سيطرح لنا البركة عندما نكرم هؤلاء الزوار؟ منحهم الفرص الشرعية لإشباع شغفهم، هم أتوا هنا لينظروا لشغفهم بما يذكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بما يذكرهم بالعم سام ونحوه. فهنا أيضا لما نضع أنسنة للمدينة يجب أن نفكر في هؤلاء الزوار وحقوقهم في هذا الشغف، تلبية هذا الشغف لهم. الأجيال السابقة والقادمة كلهم لهم حقوق. العطاءات المدينية، وربما هذا قد يعني يكون قريب من النهاية، المدينة تتجاوز الفراغات العامة. الحديث عن أنسنة في الغالب في المدينة وفق المنظور السائد الغربي هو عن الفراغات العامة، لكن المدينة كلها حتى داخل البيت غرفة النوم هي من الفراغات التي فيها البركة وفيها الذي ذكرنا قبل قليل. من مثلا المسجد النبوي الشريف، الروضة الشريفة، من عطاءات هذه البقاع المسجد النبوي صلة بين الإنسان وربه، بل أن يتضاعف فيها الأجر. الروضة الشريفة صلة بين الدنيا والآخرة، قطعة من قطع الجنة. القبر الشريف صلة بين بمن في الأرض، من على الأرض، وصلته بمن هو في جوف الأرض. إذن هنا علاقات الإنسان هنا متنوعة ومتجددة الإضافة إلى البعد المعرفي في المسجد هو ليس للصلاة. الأفريقي يأكل مع اللي من طاجكستان، مع الأوروبي، مع العربي، مع كذا، هذه أنسنة عظيمة جدا في هذا بهذه البقعة المباركة. التعلم، الصغير مع الكبير، مع المثقف مع العامي، يتعلمون في نفس المكان اللي موجود فيه. السوق النبوية، وهذه أيضا مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه سوقكم لا تنتقض، وحافظت عليها الأجيال إلى عهد قريب، بقيت بقعة كما خطها النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه الشريفة. عطاءات هذا المكان أنها أول سوق حرة عادلة موثقة في التاريخ، تستطيع أن تبدأ تجارتك دون أن يكون لديك رأس مال ودون أن تكون أجيرا لأحد. جزاك الله خير دكتور، احنا اخذنا اكثر من الوقت مره ونصف او اكثر. ماشي، هذا اقف عند هذا. تختم ان شاء الله. الصور جزاك تختم الله خير. نعم لو سمحت. اذا هنا عطاءات كثيره فيها العاليه واثرها وما يمكن تتحقق. المدينه لسنا بحاجه ان نصنع فراغات ثم نعمل فيها فعاليات لتحدث، هي فيها الفراغات وعطاءاتها المليئه التي تشبع شوق الساكن والزائر لها. الأنسنة اللائقة بالمدينة، تجاوز المنظور المادي للأنسنة المدينة، تبني المنظور الثقافي الأصيل للأنسنة اللي هو يدمج ما بين عالم الغيب وعالم الشهادة، استحضار المنظور الشمولي لمفهوم الإنسان في المدينة، واحترام العطاءات المكانية للمدينة وإبرازها، وليس استيراد عطاءات أخرى من ثقافة أخرى.
صناعة أهمية صناعة النموذج المدني الإنساني الشامل الذي تسترشد به البشرية لتحقق جودة الحياة الحقيقية وليست الهامشية اللي تكون. هناك يقال أن نريد أن نصنع 3 مدن تكون ضمن 100 مدينة عالمية، ولا أستغرب أن نحتاج إلى هذا. لدينا مكة والمدينة المفترض الله قال عن أنا أم القرى، يجب أن تكون هي الأولى عالميا وليست ضمن 100 هذا، والمدينة التوأم يجب أن تكون كذلك في هذه. والمؤسس هذا النموذج يؤسس على العطاء للإنسان لا الأخذ منه، ليس الاستهلاك، احضره ليستهلك. تحفيز مناشط الإنفاق الخيري والوقفي لا الاستهلاكي. دكتور عزيز البعد الروحي والاجتماعي، استمرار العطاءات إلى آخر. دكتور يجب أن تختم لو تكرم. شكرا. طبعا الدكتور هو جاري، فحق الجار أنني يعني سمحت له بضعف الوقت. عفواً موضوع طيب، معلش، جزاك الله خير، شكر الله لك. الآن الدكتور عبد الله كابر، Humanizing the City in the History of مدينة، فليتفضل. مشكورا، ونحاول أن نلتزم بالوقت دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله سبحانه وتعالى، والمصلى والمسلم عليه وحبيبه مصطفى عليه الصلاة والسلام. في البدء أشكر مركز الملك سلمان للإدارة المحلية وهيئة تطوير المدينة المنورة على إتاحة الفرصة في المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية الكبرى وبعنوان أنسنة المدن في تاريخ المدينة. نعيش منذ يومين مع هذا المصطلح الذي يمتد، يعني يضيق ويتسع، لكن حول محور أو مفهوم واحد، وهو إيجاد بيئة صديقة للإنسان وأن يوجد أماكن للناس بشكل عام. سيكون الحديث عن هذا المفهوم في تاريخ المدينة المنورة. لكل مدينة في العالم تاريخ، هذا التاريخ إن صح التعبير نستطيع أن نقول أن هناك عمر للمدن كما أن هناك عمر للإنسان. ففي مدن قلائل في العالم موغلة في القدم، يعني يعود تاريخه القديم إلى يعني بداية استيطان البشري، فمنها المدينة المنورة تعود إلى كما رجح المؤرخون إلى الجيل السادس أو الثامن من أحفاد نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكان يقودهم رجل اسمه يثرب. وبدأت ملامح الأنسنة والتي سيكون الحديث عنها في العهد النبوي. رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم لأن ثقافة لغة العرب جذر هذا الكلمة له دلالة لا تليق بمكانة المدينة كما تفضل الدكتور عبد الله الدينية واللي حباه الله سبحانه وتعالى. فالثرب مشتق من الشتم والسب واللوم، لا تثريب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال للمدينة يثرب، فقال من قال المدينة واستبدلها بحديث في صحيح مسلم إن الله سمى المدينة طابة، وفي صحيح البخاري إنها طيبة. فمنذ يعني ملامح ما يتعلق بكل ما له صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة كان له حضور عند النبي صلى الله عليه وسلم، من الاسم إلى جميع تفاصيل. إذا كانت الحضارة تدخل في التفاصيل، ففي كل التفاصيل الموجودة في المدينة كان لرسولنا عليه الصلاة والسلام أثر كبير. هذه العمر الكبير للمدينة جعلها أرض شهدت حضارات متعددة. هذا التعدد اللي شهدته المدينة عبر تاريخها القديم جعل المكون الاجتماعي ومكونات المجتمع في المدينة والتركيبة السكانية ما انحصرت في مكون أساسي واحد، وإنما كانت هناك تعددية ظاهرة في تاريخ المدينة القديم وإلى مرحلة قبيل الهجرة النبوية التي تعنينا، خاصة في مرحلة العهد النبوي. طبيعة الجغرافية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أريت دار هجرتكم أرض ذات نخل بين لابتين. بالنسبة للعهد النبوي اللي سيكون عنه الحديث، العدد السكاني كان يتراوح في مطلع العهد النبوي بين 12 إلى 15 ألف نسمة. في آخر العهد النبوي وهي الفترة الزمنية في السيرة النبوية التي تقدر ب10 سنوات، ورسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الآن لم ينتهي العهد المدني لأنه باقي عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه في قبره الشريف. لكن من الناحية أقصد يعني حسب يعني قامة النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر المدينة، كان آخر العهد النبوي أو أواخره قدر العدد وفق دراسات كثيرة جدا حاولت تستقرئ بعض النصوص وصلت إلى 30 ألف نسمة تقريبا.
الآن هذا تصور جغرافي، لو استطعنا أن نلتقط صورة جوية للمدينة في العهد النبوي قبيل الهجرة النبوية، هذا ما رأه النبي صلى الله عليه وسلم، أو على شكل تقريب يعني محاولة من تحويل المروي إلى مرئي، وهي من مركز بحوث دراسات المدينة المنورة، وأظن الدكتور عبد العزيز كحكي ساهم معهم وكنت أعمل في هذا المركز باحثا. فهي فكرتها أنه يعني تصور الطبيعة الجغرافية للمدينة المنورة، إحاطة الحرارة الثلاثة، وهذه بالمناسبة تظهر الخصائص التي جعلت الإنسان قديما يحرص على أن يسكن المدينة: حماية طبيعية، أرض خصبة، وفرة المياه. هذا تقريبا هو التشكيل للمدينة المنورة في قبيل الهجرة النبوية. نأتي للعهد النبوي وهو محور الحديث. رسولنا عليه الصلاة والسلام كما تفضل الشيخ عبد الله الحسين بارك الله فيه، وقد مهد للفكرة بشكل كبير التي كنت أريد أن أصل إليها، وهي أن المدينة مرتبط عالم الشهادة بعالم الغيب. فإن كان المكان مختار لإبراهيم عليه السلام وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، طبعا يعني هنا معني أدبا مع يعني جناب الحق سبحانه وتعالى، لا نستطيع أن نقول خطط المدينة الله، لكن هو هذا الذي حصل، يعني إنه هذا التخطيط هو جاء وفق وحي. فكان الاختيار أيضا مسجد النبوي الشريف، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، كذلك موقع المسجد النبوي الشريف الذي سيكون فيما بعد مركز محوري مهم في المجتمع وله آثار على جميع مناحي الحياة المختلفة، هو كذلك كان في اختيار رباني: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فكما تعلموا جميعا كانت المنطقة التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجهة الجنوبية، وكانت أكثر ارتفاع، لكن حتى تكون يعني مدينة مؤنسنة بما تحمله هذه الكلمة من دلالة ومعنى، ويصح لنا أن نسقطها على المدينة في العهد النبوي، كان لزاما أن يتصاحب مع هذا البعد الروحي أسباب مادية ظاهرة، لا نقول تبرهن لأنه نحن نوقن يقينا أن هذا حق، وإنما يعني هي إشارات ودلالات لمن أراد أن يستنير بها في إيجاد أن في جعل المدينة نموذج يحتذى. فالموقع موقع استراتيجي، كما تلاحظ المسجد في قلب المدينة المنورة. هذا المسجد هو كان نواة لما يعرف عند العمرانيين بالتمدد العمراني الدائري. التمدد العمراني الآن الدائري هو فيما بعد شكل حتى هوية المدن الإسلامية. أصبح المسجد متوسط، كل الطرق تحاول أن تصل إليه بانسيابية، كل المنازل تأتي دائرية حوله. أما التمدد الطولي في مثل مدينة جدة وغيرها ظاهر كثير من السلبيات، إذا أراد الإنسان مثلا في جنوب جدة أن يصل إلى شمالها. فالمدن القديمة كلها بالذات الإسلامية كانت نواة هذه الفكرة، التمدد العمراني الدائري هو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختيار هذا الموقع المسجد النبوي الشريف. هذا المسجد لم يكن دارا فقط تقتصر على العبادة، وهذا هو تقريبا أيضا تحويل المروي إلى مرئي في تصور تقريبي عن المسجد النبوي الشريف وعلاقة الأدوات المستخدمة فيه بالبيئة وعلاقة الإنسان بالبيئة. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كما تفضل الشيخ عبد الله الإنسان الأول في المدينة، المجرد ما تقول مدينة يرتبط الذهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو بنفسه شارك في تشييد هذا الصرح وهذا المسجد، وكان بنفسه عليه الصلاة والسلام يساهم ويضع اللبنة معهم حتى أقاموا هذا الصرح، أساسه الحجارة وباقي البناء بلبن وطين. ويلاحظ حتى يعني وجود ما يعرف بالفراغ الواسع والمشاع في وسط المسجد، وهنا تشكلت هوية المسجد العمرانية في الإسلام. لذلك أصبح الفضاء دائما حاضر في المسجد في لدى المسلمين في أنحاء المعمور، نتكلم يعني ونتكي على تاريخ عريق له امتداد أكثر من 1400 سنة. هذا الفضاء المسجد لم يكن فقط دار للعبادة، المدينة كانت المكونات المجتمع الرئيسة فيما يعرف يعني في التاريخ الإسلامي بالأنصار، وهم السكان الأصليين للمدينة المنورة والمهاجرين الذين وصلوا المدينة من مكة المكرمة. الأنصار باعتبار طبيعة الحال أنهم أهل المنطقة كانت لهم منازل، والمهاجرين انقسموا يعني إلى قسمين: قسم كانوا جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخط لهم دورا حول المسجد النبوي الشريف، لكن هناك طائفة من وهذا ما يراعي البعد الإنساني حتى في التنوع البشري، ما يسماهم أبو هريرة أضياف الإسلام، خصصت لهم هذه الظلة التي كانت في مؤخرة المسجد وهي التي تعرف بالصفة، وأيضا شهدت دورا حضاريا حولهم النبي صلى الله عليه وسلم من فقراء إلى عظماء. فلم تكن النظرة النبوية تقتصر على الإنسان على أنه آلة للأكل فقط، وإنما كان يبني جميع جوانب الشخصية عليه الصلاة والسلام. فلذلك يقول أبو هريرة: لقد رأيتنا أحد ثلاثمائة ما منا إلا وهو إلا عليه إزار، ثم رأيتنا بعد ذلك ما منا إلا وهو أمير على مصر من الأمصار، يعني أهل للإمارة من خلال هذه الصفة. هذا يدل على الدور المتعدد لهذا المركز المحوري، لا يقتصر فقط على العبادة، فضلا عن من دخل المسجد اليوم يجد الأساطين المتعددة التي تؤكد على تفاصيل كثيرة لا يسع المقام لبسطها.
هذا ما يخص داخل البيت المسلم. نأتي للمجتمع المديني الموجود من، وهذا يمكن أن يجعل المدينة أن تكون عالميا انموذجا يحتذى، لأن التعدد الذي كان موجود سواء في الديانات المختلفة أو اختلاف الأعراق والثقافات، كان هناك في بعد إنساني من خلال ما يعرف في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب مهم جدا، في باحث في الدكتوراه، باحث دكتوراه عفوا درسه في الأزهر الشريف قبل سنوات، التقيت به رجل من أهل الهند، وصل إلى حقائق مذهلة حقيقة. ونحن لا نأتي في مثل هذا المقام لنبرهن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مجزوم به، وإنما لنسلط الضوء علميا على بعض الجوانب التي يجب أن لا يغفل عنها، كما تفضل الشيخ عبد الله والدكتور عبد العزيز في استصحاب اتخاذ قرار يخص المدينة. كان أول دستور بشري مكتوب، فهذا طبعا دستور عزز البعد الإنساني، حقق مبادئ كثيرة مثل مبدأ العدل والمساواة، مبدأ الأمن، مبدأ التكافل الاجتماعي، حتى الإنسان يسعد ويطمئن ويعيش في، يعني طبعا في تسامح وتعايش تام. كانت هذه الوثيقة مع الأطراف الأخرى. أما في داخل بيت المسلم فعزز النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاة، الأخوة، الإخاء، يعني مرحلة أعلى من الصحبة في تفاصيلها الإنسانية، لها دلالة أكثر يعني من الصحبة. والغريب أنه عليه الصلاة والسلام، وهذا لذلك يعني الفكرة باختصار شديد، كيف يمكن أن تكون المدينة انموذجا يحتذى في الأنسنة، في سواء في داخل أو خارج يعني البلاد العربية والإسلامية. هذه المؤاخاة أوجد علاقة حديثة لم تكن معهودة قبل، كانت العلاقة بطبيعة المجتمع تقوم على العرقية أو على المصلحة الاقتصادية، فأصبحت هذه أخوة. أيضا هذه للأسف هناك تناول سطحي حولها محصورة في أعمال السيرة النبوية في السنة الأولى من العهد المدني، وهي في الحقيقة نجد أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، جعفر الطيار، عندما جاء من الحبشة آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين معاذ بن جبل، هذه المؤاخاة التي كانت بين جعفر ومعاذ تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم في بناء في علاقة الإنسان بالإنسان، أو في هذه المشروع يعني إن صح التعبير الأنسن، أو يعني لا مشاحة في الاصطلاح، كان يراعي السمات الشخصية والفروق الفردية. فجعفر سفير ومعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فكان السفراء لإيجاد يعني ما يعرف بتبادل الخبرة والجوانب من ثقافات، لكن مع مراعاة السمات المشتركة في شخصيات يعني في الشخصيات التي تتم بينها المؤاخاة. نأتي أيضا إلى ما أشار إليه الدكتور عبد العزيز والشيخ عبد الله، وهي بحق أول محمية بيئية نبوية في المدينة في التاريخ البشري. طبعا أهل الاختصاص، وقد رجعت إليهم في تحضير هذه الورقة، يعني يقولون بأنه في العلم الحديث أن ما يعرف بناشونال بارك في أمريكا هي تعتبر التي كانت في 1878 تحديدا، يعني في حوالي 1250 هجري، حسب معطيات العلم الحديث أنه كانت هي أول محمية بشرية. وبحق يظهر من التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم قبل ذلك بأكثر من 1300 سنة. لكن المهم الفكرة في البعد الإنساني، أنها تأثر يعني لها أثر كبير جدا على التوازن البيئي. وهذا مشهد هي طبعا ثلاثة أقسام: حرم الصيد، منطقة الحيوان باختلاف أشكال وألوانه لا يصاد فيها ولا ينهر ولا يحبس، وعند المالكية كما تعلمون أنها حرم كمكة. وهذه المنطقة إذا كان هي طبعا حمى الشجر أساس للإصحاح البيئي، باعتبار أنها أساس السلاسل الغذائية، كما يحمي البيئة من الغبار والجفاف والتصحر. وهذا الحرم، هذا الحمى، عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا نص مقدس في صحيح مسلم، قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، قال أبو هريرة: فلو وجدت ضباء ما بين لابتيها ما ذعرتها. وجعل 12 ميلا، لاحظ هذا البعد حتى في الرؤية المستقبلية، لأن هذه المنطقة كلها ستكون عاصمة الإسلام الأولى، وسيفد إليه الناس بطبيعة الحال من كل مكان، فكانت مساحة شاسعة، 12 ميلا حول المدينة حمى. أما حرم الصيد فأصلح له أحاديث كثيرة، لكن فكرته أساس للتوازن البيئي، فيحافظ على الحياة الفطرية ولا يسمح بالتدهور التسلسل لإيجاد استقرار بيئي في نظام متوازن دون زيادة أو نقص بأي تدخل سلبي ليتحقق التوازن البيئي في البيئة التي يمكن الإنسان أن إذا كانت متزنة بيئيا ستساهم بشكل كبير على تحقيق السعادة للإنسان. أيضا ما يعرف بالمساحات الفراغات، وتفضل الدكتور راسم في علاقة الكتلة بالفراغ، وكيف أهمية أن يكون هناك فراغ وتكون هناك كتل، يعني عفوا مع الكتل المعمارية لابد أن يصاحبها يعني في المدن فراغات. هذه الفراغات هي في الحقيقة، وإن كانت في الصورة كما تفضل فراغ، هي في الحقيقة كتلة
القبلة لأنها تؤدي دور كبير جدا للإنسان. نجد أنه عليه الصلاة والسلام في الجهة الجنوبية الغربية من المسجد النبوي الشريف خصص مكانا يعرف عند الفقهاء بالصلوات ذوات الأسباب، يعني إذا جاءت السبب جاءت الصلاة، فكل صلاة لها اعتبار خاصة من الناحية الدينية، مثل الاستسقاء يتناسب مع إظهار الافتقار والدعاء، لكن نجد أنها هذه الساحات والفراغات الواسعة استخدم كانت متعددة الأغراض، من ذلك أنها كانت ساحات لإظهار الفرح والسرور، وهذا الفرح والسرور تعبدي، أي أن المسلمين يتعبدون الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير دكتور. طيب باقي دقيقة بس، إظهار هذا الفرح، هذه الفراغ أصبح سمة حضارية وأصبح سنة متبعة في أرجاء العالم. إلى الآن المسلمون لهم فراغ واسع في مناسبات الفرح والعيد يصلون فيها. أيضا الرياضة والترويح خصص مكان عليه الصلاة والسلام لسباق الخيل وما إلى ذلك، يعني من دلالات وأثر هذا الأمر على الإنسان من الناحية الإيجابية ومن حتى تكوينه الجسماني، فسابق عليه الصلاة والسلام وحدد مسارا معين. هذا طبعا تصوره في العهد النبوي. النزهة في وادي العقيق، كل منطقة، وهذا بالمناسبة يعني يؤكد كلام الدكتور عبد الله الحصين في أن هناك أماكن ارتبط فيها عالم الشهادة بعالم الغيب، لكن حتى الوادي وادي العقيق بطبيعته كان يعني في حدائق غناء، والدكتور عبد العزيز رصد لأكثر من حوالي 40 قصر من قصور كان يستخدم في النزهة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه وادي مبارك، وركب عليه الصلاة والسلام فمعه عائشة زوجته والتي أيضا شاركت معه عليه الصلاة والسلام في السباق، ويعني هذا طبعا لأنه يمكن ربما عجلني قليلا فكنت سأطرح هذا الجانب في سباق النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة. أفلا ننتقل إليه؟ شاهد من وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما ألين موطئه وأعذب ماءه، وهو وادي طبعا بيئة خصبة لجميع مقومات الحياة، حتى استخدمت حصاه مثلا في المسجد النبوي الشريف. وأختم بهذا الجانب، وصلى الله وسلم بارك على سيدنا. جزاك الله خير، شكر الله لك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، ولا تأخذنا على المقاطعة. الدكتور تشقندي مش أظنه غير موجود، فعندنا الدكتور أحمد أبو حاجة. تفضل دكتور أحمد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. ماشي، شكرا. خلاص. طبعا أشكر القائمين على هذا المؤتمر الطيب على دعوتي للمشاركة فيه، مؤتمر مهم جدا، وأتمنى أن تخرج التوصيات بنتائج تطبيقية عملية على أرض الواقع إن شاء الله، وخاصة للمدينة المنورة. موضوع المساجد، أنا كنت سأتحدث عن جانب متعلق بترميم المساجد التاريخية اللي أنا الآن أشرف عليه في المدينة المنورة، ولكن حسب يعني إدارة هذا الإدارة أو التنظيم، الإدارة التنظيمية فكرت إنه يكون الموضوع على علاقة المساجد بأنسنة المدينة، وبالتالي راح أخذ جانب من هذا، وأرجو أن لا أكون مقصر في موضوع مهم جدا من هذا النوع، يعني أنا أشعر في مسؤولية كبيرة في الحديث عن المساجد في المدينة المنورة بالتحديد. للمسجد أهمية مادية ومعنوية لعلاقة الإنسان بربه، وقد كانت أولى خطوات الرسول الكريم في المدينة هي إنشاء مسجد للعبادة يجتمع فيه المسلمون، فهو كما قال عليه السلام خير البقاع المساجد، طبعا إلى آخره من الحديث، وأكد على فضل الدار القريبة من المسجد، وللمسجد قيمة تنظيمية وتربوية مميزة، ومنها التوحيد والتجميع ونبذ الفرقة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ورفض الفوضى العمرانية من تشكيل أقطاب تفتت النسيج الاجتماعي، وفيما يخص حادثة مسجد ضرار إلى آخره.
المساجد التي صلى فيها رسول الله عليه السلام قصص ومشاهد دالة على أهمية الإنسان وكبر شأنه في المجتمع المسلم. قصة الشاب البسيط طلحة بن البراء رضي الله عنه تجسد إحدى هذه المعاني العظيمة. هو أحد طبعاً نتحدث عن مسجد بني أنيف، هو أحد المساجد التي صلى فيها عليه السلام عندما كان يزور شاباً حين مرض وهو طلحة بن البراء رضي الله عنه، وكان من صغر سنه متفانياً في حب رسول الله، ومن شدة حبه للنبي جعل يقبل قدميه الشريفتين، وجعل يلتصق برسول الله خشية فراقه، وجعل يقول لرسول الله عليه السلام: يا رسول الله مرني بما تحب فإني لا أعصي لك أمراً. وهناك حادثة يعني تكمل القصة، يعني لا أريد أن أسردها كلها لأنها طويلة. وقد مرض طلحة بن البراء وتوفي شاباً، وكان فيما أوصى به أهله أنه قال: ادفنوني ولا تدعوا رسول الله عليه السلام، فإني أخاف عليه اليهود أن يصاب بسببي. فلما توفي قام أهله بتكفينه ودفنه من غير أن يخبروا بموته رسول الله عليه السلام، ثم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حين أصبح، فجاء صلوات الله عليه حتى وقف على قبره، فصف الناس معه ثم رفع يده فقال: اللهم ألقي طلحة تضحك إليه ويضحك إليك. هذه الكلمات الإنسانية المعبرة يعني بعلاقة الرسول عليه السلام مع شخص بسيط في المدينة المنورة، وقد أقيم في هذا المكان مسجد الذي كان يصلي فيه الرسول عليه السلام الذي نراه أمامنا، ويسمى مسجد بني أنيف. هذا طبعا أنا لم يعني المساجد، هناك مساجد عظيمة في المدينة المنورة، هذا من أبسطها على مستوى المستوى المعماري. بقيت المساجد لفترة طويلة من تاريخ الإسلام ليس فقط مكان عبادة، مكان للعبادة وحسب، وإنما منبراً لقضايا مختلفة تسودها النقاشات الدينية والدنيوية. قصة أصابت امرأة وأخطأ عمر تعد واحدة من هذه الأمثلة. ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم في صداق النساء؟ إلى نهاية قوله، إلى قوله رضي الله عنه: وإنما الصداقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك. ثم نزع فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على 400 درهم؟ قال: نعم. فقال: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن: وأتيتم إحداهن قنطارة؟ فقال: اللهم غفرانا كل الناس أفقه من عمر. يساعد المسجد في تشكيل الأحياء السكنية وترابطها في المشروع العمراني، إذ تعد مراكز إشاعة حضاري يمتزج مع الاحتياجات الروحانية والمدنية ذات المضمون الاجتماعي. ويحرص زوار المدينة المنورة من ضيوف الرحمن على زيارة المساجد وأداء الصلاة واستذكار الأجواء الروحانية وسيرة الرسول عليه السلام. بالإضافة إلى المسجد النبوي الشريف، هناك أول مسجد في الإسلام، والقبلتين والجمعة والغمامة والاستجابة والمساجد السبعة والمستراح والدهر والراية وبني حرام وغيرها. هناك مساجد كثيرة جدا، كل مسجد فيها يروي قصة معبرة عن تاريخ الأمة الإسلامية. ومعظم هذه المساجد التي ذكرتها الآن ما زالت وبحمد الله متواجدة، إن لم تكن يعني بالطراز التاريخي اللي وصل إلينا يعني بالتراكمات التاريخية، ولكن في هناك طبعا مساجد مستحدثة واستحدثت على يعني آثار المباني القديمة. هذه لقطة سريعة عن المساجد اللي ذكرت قبل قليل، ومنها أنا لا أريد أن أفصل بين أنواع المساجد إذا كانت نبوية أو آثار أو عمرية، لأنه هذا حديث طويل. أريد أن أوصل إلى أمور أخرى في هذا الموضوع، وهي تهمنا أكثر بالنسبة لعلاقة المسجد وكيف ممكن أن يكون له أثر في التنظيم العمراني. طبعا ما تشاهدون أمامكم الآن هي المسجد النبوي، والحدود على أثر التوسعة على اليمين طبعا هو المسجد النبوي في الخمسينات من القرن الماضي، وعلى اليسار التوسعة الحديثة
آخر توسعة تعرض إلى المسجد النبوي. طبعاً الدكتور عبد العزيز كعكي شرح بتفصيل كثير واضح على الأزقة والأحواش والمباني والرواشين والعناصر المعمارية إلى آخره. الترابط معقول خلصت؟ الوقت خلص؟ نبهه أنه في الجلسة الختامية عندنا لسه الدكتور، فنريدك تختصر جداً. طيب. طبعا تؤثر مشاريع التوسعة تجمل. نعم دقيقتين ان شاء الله. طيب. تؤثر مشاريع التوسعة على تفريغ النسيج العمراني العضوي، وتصبح المساجد بمثابة جزر مفرغة من سياقها العمراني المحيط، ويتسبب ذلك في تفتت التلاحم الاجتماعي في هذه الأحياء، وهذا ما حصل بالضبط في المدينة المنورة. مشروع التوسعة الجديد يمكن أن يكون فرصة لإعادة تخطيط المنطقة المركزية وفقاً لمنظور إنساني يراعي احتياجات المواطنين والمقيمين والزائرين، ومنها الحفاظ على المساجد التاريخية واستحداث مساجد جديدة في قلب المجاورات السكنية، توفير طرق مشاة مظللة وآمنة وربطها مع مقومات المدينة الدينية والطبيعية، توفير خدمات عامة من رياض أطفال ومدارس وإلى آخره حسب مقاييس، وليس ولا أريد أن أدخل بالمقاييس الآن لأنه الوقت. أنا فقط يعني هنا بالنسبة للمخطط الإرشادي، طبعا في هناك حاجة لأنه المخطط الإرشادي يعني يزيد من مساحة المدينة ويعزز التوسع العمراني أفقيا. النموذج العمراني لا يراعي الوظيفة الدينية كأساس في تكوين ما يسمى بالمتروبوليتان موديل، علما بأن هناك احتياجات دينية أساسية لا تتمثل فقط في فنادق المنطقة المركزية، ولكن أيضا بطرق المشاة الآمنة من حركة السيارات والساحات والمسارات التاريخية وربطها بالمعالم الإسلامية التي يهتم بها الزوار مثل جبل أحد والعقيق والمساجد والآبار المأثورة وغيرها. في التخطيط العمراني القائم لم يعد للأسف للمسجد بالضرورة مركز التجمع الحضري، بل أصبح يتم اختياره أحيانا حتى في أوقات لاحقة لعملية التنظيم. خلاص إن شاء الله، بس أحاول. جزاك الله خير. أحاول أن أنهي. هذه المشاريع الأخيرة اللي إحنا نعملها الآن في ترميم اللي أنا عضو في، تفضل صاحب السمو الملكي بتأسيس لجنة للعناية بالمساجد التاريخية وترميمها. تشرفت بأن أكون عضو في هذه اللجنة، وبدأنا في ترميم المساجد التاريخية اللي طبعا هذا المأثورة، هذا مسجد الدرع، وإحنا الآن بدأنا في عملية الترميم، وفي هناك برنامج إن شاء الله خلال عام أتصور إنه نكون منتهين من الحفاظ على جميع هذه المساجد اللي بقيت. طبعا الهدف من هذا المشروع هو إعادة المساجد هذه إلى طبيعتها الأولى، يعني أو إلى يعني إظهار العناصر المعمارية الأصيلة فيها، ويعني إزالة كل التشوهات البصرية اللي يعني وضعت عليها، وخاصة ليست فقط تشوهات، هي أضرار. جزاك الله خير دكتور، شكر الله لك. شكرا جزيلا. دكتور عدنان عبد الله الجابر الآن قهوة مثل السندويتش، فنرجو دكتور تلتزم بالعشر دقائق لأنه الجلسة الختامية الساعة الثانية هناك، فمضطرين طبعا أننا نتحرك هناك حوالي الثانية إن شاء الله بالضبط. تفضل دكتور. أحاول إن شاء الله ألتزم بالعشر دقائق، مع أن في على مشارف ختام المؤتمر والانتقال من موضوع المدينة الإسلامية إلى المدينة السياسية وهو مدينة الرياض وتأسيسها، أحاول في الموضوع إعطاء لمحة سريعة وصفية استقرائية لمقدمة ثم مراجع علمية، لمحة تاريخية عن مدينة الرياض ثم القضايا ذات التأثير المباشر على أنسنة المدينة والمتطلبات والآمال والمتطلعات، وثم خاتمة سريعة. المقدمة عبارة عن تهيئة المدن وتوظيفها لجعلها بيئة صحية ومريحة للإنسان أكثر من مجرد مكان للعيش فيه. تحظى المدن باحترام كبير لقدرتها على، أنا مضطر أني أقرأ على أساس أني ما أخرج من النص وما أضيع الوقت، استحملوني في آخر عشر دقائق، على تعزيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي نتيجة لتركيزات عالية من الناس ورأس المال في مكان واحد. حوالي
83% من سكان المملكة يعيشون أو يتركزون في المدن. يقاس مستوى معيشة المدينة بالاستقرار والرعاية الصحية والثقافية والبيئية والتعليم والبيئة، وأخيرا مستوى الرضا السكاني وهو الترجمة الفعلية لأنسنة الإنسان المدن. أرى من الضرورة الرجوع خطوة إلى المراجع ذات العلاقة، وما كتبه المقولة الشهيرة للمعماري لي كوربوزيه أن المنزل وهو أصغر وحدة في التجمع الحضري أو المدينة عبارة عن آلة للعيش، بالتعامل مع عملية التصميم المعماري على أنها خط إنتاجي. هذه المقولة تقريبا في بداية القرن 19 الميلادي. كما أظهر كيفن لينش مفهوم أوسع للمدينة أو إعطاء صورة ذهنية للمدينة، ووصفها بخمس عناصر للصورة الذهنية أو للتفاعل البشري ومع الفراغ المعماري، عن طريق المسارات والشوارع، عن طريق الحواف، عن طريق المقاطعات الكبيرة منها والصغيرة أو الأحياء والعقد أو ما يطلق عليه باللغة الإنجليزية اللي هو النودز، وأخيرا المعالم والتعرف بسهولة عليها. دور التقنيات الحديثة في تحليل المعلومات المكانية للحيز الفراغ الحضاري، ويمكن من أفضل الأدوات في هذا المجال اللي هو Space Syntax، عبارة عن منظومة الحيز الفراغي. هي نظرية تعنى بمفهوم وقراءة وتحليل الفراغ المعماري والحضاري. تستند هذه النظرية إلى نظريات في علم الاجتماع والبيئة، بافتراض أن الفراغ المعماري والحضاري هو إنتاج تفاعل اجتماعي وثقافي. ينتج عن هذا التحليل عن صورة خلفية تاريخية فكرية أو اجتماعية للمنطقة الفراغية. أيضا دور نظم المعلومات الجغرافية في حفظ واسترجاع المعلومات الضخمة كدراسة بشرية لمؤثرات البيئة المكانية وعلاقة الإنسان في إطار حضوره وتعاملها مع الأرض، إمكانية التحليل الكمي والنوعي. أيضا تحويل المعلومات الوصفية إلى بيانات وأشكال رقمية، ينتج عنها إضافة البعد المكاني ومستوى الوصف الشمولي للمعلومات المدينة بشكل شامل. لمحة تاريخية عن مدينة ونشأة مدينة الرياض. شهدت مدينة الرياض نقاط تحول رئيسية أثرت على تكوينها المعماري والاقتصادي، حيث رسم محدد الشكل العمراني لمدينة الرياض مخطط ديكسيادو عام منتصف السبعينات الماضية، وتطورت المدينة خلال العقود الأربع الماضية بكل المقاييس، نتج عنها حاضرة عصرية متميزة نوعا ما فقدت فيها الجوانب التي طغت عليها التنمية، أبرزها سرعة التطور واتساع مساحة العمرانية. تحتضن مدينة الرياض المباني البارزة من تصميم أشهر المعماريين في الأماكن المختلفة. أيضا تتوفر كمية هائلة من المعلومات والقدرات لفهم أعمق للمدينة في الوقت المعاصر. يوجد انطباع لدى معظم الناس الجزائريين لمدينة الرياض بأنها مدينة ميتة بدون روح، قد يحتاج الناس إلى تبديد تلك المشاعر من خلال التجربة الفعلية. القضايا ذات التأثير المباشر والتركيز على القضايا المادية، ومنها قضية التطوير العمراني، ومن مشاكل انتشار مثل ما أسلفنا المساحة الأفقية، تقريبا مدينة الرياض 70 × 70 كيلومتر، الانتشار الأفقي الواسع والبعد عن مركز المدينة. أيضا قسم المدينة إلى أحياء غير متصلة وإيجاد مناطق معزولة. أيضا فقد الناس التفاعل والتواصل الاجتماعي. التجاوز لهذه القضية عن طريق أهمية التخطيط والتصميم الحضاري للمساحات المقترحة، ليس فقط المسطحات الخضراء وأنماط الأرضيات، أيضا بشكل أشمل الفراغ المكاني. وضع المعايير التي يمكن المخططين والمهندسين المعماريين إنشاء أماكن ملائمة للعيش. أيضا ننتقل إلى قضية أخرى ذات بعد مهم مادي، وهي قضية بيئية. أثر التطوير السريع للمدينة على العناية بالجوانب البيئية
احتمال فقدان المدينة لجانبها الإنساني، الموارد البيئية مستحيلة الاستعادة إن فقدت. تجاوز لهذه القضية عن طريق المحافظة على المقومات البيئية الطبيعية وتطويرها في المستقبل، ويمثل من أفضل الأمثلة في مدينة الرياض يمكن وادي تطوير وادي حنيفة وأثمامة والكثمان الرملية المحيطة بالمدينة التي تربط الإنسان ببيئته الطبيعية. من القضايا المادية أيضا قضية التراث العمراني وأهميته في المدينة، حيث فقدت المدينة خلال مراحل النمو السريع تراثها العمراني، ضعف الارتباط مع وسط المدينة التاريخية، حيث تمثل المناطق التراثية رموزا لهوية المدينة وبعدها الإنساني. الحلول في هذه القضية هو المحافظة على المتبقي من المواقع التراثية وحمايتها من الاندثار، إعادة التأهيل والتطوير والاستخدام للمواقع التراثية، وقف إزالة المناطق التراثية طبعا. ومن أفضل التجارب في هذا المجال المحافظة وتطوير منطقة الحكم وتطوير مركز الملك عبد العزيز التاريخي ومؤخر حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة التراث العالمي، وأيضا الحي الرديف له الجيري في تأصيل هوية المدينة الرياض. طبعا للمشاركة القطاع الخاص دور هام والملاك في المحافظة على التراث العمراني. المتطلبات الأساسية الغير مادية، وأنا أقصد فيها دور الأنشطة والفعاليات في تحويل المدينة إلى صديق للإنسان، توظيف الأماكن والمنجزات المعمارية، وأيضا إقامة ونشر الممرات المشاة وأكبر الرياض سابقا كانت تعتبر حاليا مضيفة في المناسبات والأعياد، إدخال مفهوم الشوارع والمناطق الحضارية المفتوحة الصالحة للعيش، أيضا تطوير يمكن شارع التحرية أو الاسم الرسمي محمد بن الأمير محمد بن عبد العزيز، دليل على ربط الفراغ مع التسوق مع العناصر والأنشطة الأخرى. أيضا دور القطاع الخاص والعقاريين في تنمية وتضافر الجهود القطاعين. تقرأ العناوين فقط يا دكتور لو سمحت بعد كده. أيضا دور المخططين والمصممين والجمعيات المهنية. الأمال والتطلعات أن تصبح المدينة صديقة للبيئة، أن لا تتحول المدينة إلى علب إسمنتية، ودور المخططين احتفاظ الرياض بدورها الريادي. أيضا خاتمة وتساؤل عام، وأعتذر أنا أعرف أني ما قدمت بصورة جيدة العرض، ولكن تحسبا للوقت ما هي علاقة، أطرح سؤال، علاقة الرضا السكاني وهو ترجمة للبعد الإنساني مع المتغيرات البيئية للبيئة العمرانية في المدن؟ شكرا. جزاك الله خير، ونعتذر نحن عن المقاطعة. شكرا جزيلا. طبعا أنا كرئيس للجلسة هحط بعض الملح والفلفل، وهستغل الفرصة لكي أقول بعض ما عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا عملت كتاب منذ يمكن 15-20 سنة اسمه إمكانية تحقيق مقومات المدينة العربية الإسلامية في العمران المعاصر، وبيمس كثير من النقاط التي يعني ذكرت في المؤتمر بفضل الله. فهذه النقطة الأولى، وكتاب تحت أمركم، ممكن نعطيكم نسخ أو إذا اتصلتوا بي أبعث لكم نسخ. أود طبعا شكر خادم الحرمين الشريفين على يعني تبني هذا المؤتمر وعلى يعني إطلاقه وعلى يعني حضور سمو الأمير فيصل وسمو الأمير سعود جزاهم الله خير على ما عندهم من مشغوليات، أنهم حرصوا على الحضور بشكل مكثف، ف نود إبلاغهم الشكر. كذلك من الضروري أن نشكر هيئة تطوير المدينة على تبني هذا، وشكر الرعاة. أنا لا يعني أذكرهم واحد واحد، ولكن نشكر الرعاة الذين رعوا هذا المؤتمر، ونريد أن نشكر طبعا جامعة طيبة التي احتضنت هذا المؤتمر. نريد أن نشكر المحاضرين واحدا واحدا. نريد أن نشكر الجهاز الدؤوب من الإخوة والأخوات الذين يعني ضحوا بأوقاتهم وحرصوا على
راحتنا وعلى متابعة الجلسات وخدمتنا خدمة طيبة. فأود أن أشكر هؤلاء الإخوة والأخوات شكرا خاصا. أود أن أشكر الحضور طبعا، ترجمتم يعني بعضكم سافر، بالذات الإخوة من خارج المملكة أو خارج المدينة المنورة. أود أن أشكرهم على يعني حرصهم على الحضور وعلى الاهتمام بالجلسات والمساهمة فيها. أود أن أشكر الإخوة الذين ساعدوني أنا شخصيا في يعني أداء بعض المهام، وأعتذر عمن لم أذكرهم. كنت أحب أن يكون الأخ راسم بدران موجود، بكل أسف هو غير موجود. راسم عملت معه في جامعة إسلامية في ماليزيا، فأود أن أشكره وأرجو أن يتابع هو وأنا سويا ماذا تم بعد أن سنت مشروع عظيم مثل الجامعة الإسلامية في ماليزيا. أختم كلمتي بقول الله سبحانه وتعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وشكرا لكم جميعا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.